ندى من ولاية سطيف تفتك المرتبة الأولى لتمثل الجزائر في مسابقة تحدي القراءة العربي في طبعته الثالثة بدبي. بدأت بمشاركة تحدي القراءة العربي ليس بهدف المشاركة، ولكن بهدف أن أبرز أفكاري، أن أبرز ذاتي من خلال الكتب التي قرأتها. قرأت أكثر أو أزيد من 50 كتاب، لا يمكن أن أذكر العدد لأن من يحب القراءة يبدأها وهو صغير. بدأتها في عمر 8 تقريبا. وزيرة التربية الوطنية تعلن عن إعادة بعث مختلف النوادي الأدبية والعلمية لتشجيع القراءة والمطالعة. المنظمة في مدارس الجزائرية التي تشهد حركة جديدة تمثلت في إعادة تنشيط مختلف نوادي الأدبية والعلمية، وكذا تأسيس لأسبوع المدرسي في نهاية السنة الدراسية ضمن رؤية شاملة لبناء مجتمع المعرفة المتطور. 10 ملايين طفل عربي مشارك في مشروع تحدي القراءة العربية، أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وصولاً لإبراز جيل جديد متفوق في مجال المطالعة والقراءة وشغف المعرفة.